فلوس زي الرز ماجي فرح بتسعد البرج دوت بالذات، وتتوقع له ان هو هيصبح ان شاء الله من الاثرياء وهيودع سنين الفقر للابد في 2024. ماجي فرح قالت قبل نهاية 2024 البرج دوت اللي هو المحظوظ الجوزاء هيبقى من اكتر الابراج غنى في 2024. وكل علماء الفلك على فكرة اجمعوا على ذلك ان الجوزاء هيكون عنده يعني انفراجة مالية كبيرة جدا في 2024، لكن يعني هو يعني مصروفاته كتيرة جدا عن الموارد بتاعته، فلازم ياخد باله من الحتة ديت. فتنبأت له ماجي فرح انه هيكون صاحب حظ كبير في المال من بداية 2024 لنهاية 2024، وتوقعت له ان هو هيكون عام الحصول على مزيد من الاموال مع فرص لزيادة الدخل ودخول عالم المليونيرات. وبحسب توقعاتها فان في تدفق مستمر للاموال لبرج الجوزاء، لكن يحتاج الى ادارة امواله وتأمينها زي ما انا قلت لكم في البداية، وهتكون في زيادة مفاجأة في النفقات، وعشان كده لازم ياخد باله من الانفاق العشوائي عشان ما يدخلش بقى في حتة تانية بقى بعد ما يبقى سعيد الحظ، هيبقى بقى ايه قليل الحظ ويبقى عنده ايه ديون.